أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم على أن المخزون الوطني من دواء ليفوثيروكس المضاد لمرض قصوري الغدة الدرقية كافل لعدة أشهر. وقال مدير مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عزيز مربطي إن الوزارة تتوفر على مخزون يناهز 4 ملايين قرص من هذا الدواء في مختلف المندوبيات الإقليمية للوزارة. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كتأكد وكتطمئن المواطنات والمواطنين اللي كيستعملوا دواء ليفوثيروكسين بأن هذا الدواء متوفر في السوق الوطنية وبأن المخزون الوطني كافي لعدة أشهر. بالموازاة مع ذلك، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كتوفر على مخزون كيناهز 4 مليون قرص من هذا الدواء في مختلف المندوبيات الإقليمية للوزارة. ولازم نأكدوا بأن دواء ليفوثيروكسين يعتبر من بين الأدوية اللي كتحظى بمراقبة مستمرة وصارمة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لضمان ولوج كافة مرضى قصور الغدة الدرقية لهذا الدواء.